مثلا المرأة اللي مثلا سوت عمل أو كذا مجبور أنت عليها يعني تعيش معها أو في تقابلها في مكان، إيش التصرف مثلا اللي تصرفها أو دائما اقرأي الصورتين اللي بقول فهمت عليهم، قصدي؟ اقرأي آية وصورة دائما، انه تتحصنين اولا، بعدين اقرأي دائما الآية اللي بقول عليها الآن، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، واقرأي صورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللي قبل وش اللي قبل وش قلت؟ اللي الآية قبل 9 في صورة سورة الفيل؟ ياسين، الآية إيه؟ 9 في سورة ياسين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ولا وجعلنا بين أيديهم لا، سدا وجعلنا بين أيديهم وجعلنا سدا بين أيديهم سدا نعم. والشيء الثاني دائما يقول لي اللهم اكفني شرها بما شئت وكيف ما شئت، إنك على ما تشاء قدير، اللهم إن كانت قد أرادت بي مكرا اللهم رد كيدها في نحرها يا حي يا قيوم. طيب مرحبا طيب يا شيخ، مرحبا. ممكن أسأل هل السحر وهذه الأشياء أعوذ بالله تأثر على جمال المرأة؟ إيه طبعا، عاد انتوا يا الحريم، عاد انتوا يا الحريم الحين تستغلون الفرصة، يعني كل واحدة ممكن ما صار شعرها معنكش قالت والله اني انسحرت، ولا كان شعري كأنه حرير، وتقعدون تحطونها في راس السحر وتعنكشون على كيفكم. إيه طبعا لا السحر يا باسم، شيخ، أنا اللي أقصده، نعم، أنا اللي هذا اسمه، أقصده نعم عمري في العشرينات، عمري في العشرينات، وأي أحد يشوفني يعني ينصدم يقول لي ليش عمرك، أكيد إنه في الأربعين أو كذا. لا، لأنه أنت حملتي نفسك شيء ما تستطيعينه أبدا، ارمي الدنيا كلها ورا ظهرك، طالما انت في العشرينات عيشي الحياة حقيقة، لا تلتفتين للسحر ولا تلتفتين لأحد ولا تشيلين هم الكلام، فوالله يمكن لو في أحد بيتضايق من كثر الكلام عليها ومن كثر التنمر ومن كثر، والله إني أنا، فلذلك لا تلتفتين لأحد، امشي على الأمام وافصلي الريوس، لا تناظرين ورا. الشيء أقدر الثاني، أعطيك رؤية يا استعيني، شيخ؟ اسمعيني قاعد أتكلم، تفضل. استعيني بالله سبحانه وتعالى، ثم اكثري من الاستغفار، اكثري من غسل الوجه بالماء البارد واكثري من الاستغفار. والشيء الثاني اللي أهم من هذه كلها، انه عشان تعرفين فعلا انه نعم في سحر اسمه سحر التشويه، سحر التشويه، شوف حتى احيانا بعضهم، انا اعرف ناس كثيرين تدخل المطبخ ويطير عليها الغاز بدون سبب، بدون مسببات، او ينكب عليها مويه حاره او مرق او قهوه او اي امر من الامور، تشويه، هذا اسمه سحر التشويه. وبعضهم اصلا ما فيها شيء، سليمه جدا، وجهها نظر وشكلها جميل، قوامها رشيق، وكل مواصفاتها تمام التمام، فاذا جاء خاطب رآها بمنظر غير ذاك المنظر الحقيقي، وراح وما عاد رجع. صح، عشان كذا اغلبهم تقول والله انا خطبت وجاني خاطب في البيت وشافني نظره شرعيه وكل شيء، وراح وما عاد رجع، مع العلم اني انا جميله وكويسه وبنت ناس وكذا، هذا دليل على انه في شيء اسمه سحر التشويه، يريك ما لا ترى، يريك ما لا ترى، هذا فعل السحر، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من اساء للبشر بهذا السحر الخبيث. ممكن أعطيك رؤية يا شيخ عادي؟ تفضل. إيه طبعا يا أم جميل. أنا قبل 8 شهور رأيت تجمع عند بيت أهلي، بس ما أعرف هل هو عزيمة أو زواج، ما أعرف، لكن تجمع كثير حريم داخلين على البوابة، بعدها شفت مجموعة حريم يقولون هذول جزانيات، أنا ما عرفتش معنى، يعني يقولون هذول الحريم جزانيات. شوي لين قالوا لي تبين تعرفين شو اللي فيك تعالي معنا إحنا بنطلعه، دخلوا داخل دورة المياه الحمام حق بيت أهلي وقعدوا على كراسي. أهلا يا حنان، معاي شيخ؟ شكرا. إيه نعم أكيد، مع تجل مع جدتي، أنا ايش مجلسني قدامكم يا أم تميم؟ المعذرة. لقيتهم قاعدين على كراسي في الحمام، داخل الحمام، وماسكين سلك الأواني، هذا سلك الأواني، وماسكين إبرة، ويقولون شوفي طلع طلع طلع، ماسكين الإبرة ويفكون فيها السلك. أنا خذيتها منهم، حسيت إنهم ما يعرفون، خذيتها منهم وطلعت برا الحمام وقلت بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد، قعدت أكررها. تمام، أنت متزوجة ولا لا يا أم تميم؟ والله هذاك الوقت اللي رأيت فيه المنام مطلقة. وتزوجتي بعده؟ لا لا ما تزوجت. إذا شوفي، هذا المنام يدل على شيء جائز، أنت قاعدة تتصرفين الآن تصرف ربما تخفين عن الأهل او عن الاقارب او عن بعض الاقارب او الاهل بصفه عامه، تخفينه، وهذا الشيء جائز، انت قاعده تسوين شيء جائز ولكن تخفينه لعله يحدث بدون ما حد يعرف، ثم كيف تخبرينهم يعني؟ بهذا الامر. كيف يعني؟ ما فهمت. طيب انت تبحثين، انت تعرفين نفسك الحين كلامي صح ولا مو صح، اذا مو صح قولي مو صح.
لان انا انا بالغيب، لكن انا اتكلم عن الرؤيه. انت في شيء بخاطرك، في شيء بخاطرك تبحثين عنه. كحي كمان كحي، صح صح، في امر تبحثين عنه تبغين تحققينه، وهذا الامر قاعده تبحثين عنه انت بنفسك يعني بدون تدخل الاخرين، وهذا الشيء جائز ونافع لعل الله سبحانه وتعالى ينفع فيه. اما رقيه او دعاء او بحث عن شيء تستقر فيه احوالك، وهذا الشيء يتحقق باذن الله. نعم يا طيب، اعطيك حلم ثاني ما في مشكله، عادي ضروري والله. والله اخاف انك تطولين علينا والعالم ما كنت ضروري. لا 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 لا, 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 لا انا رأيت، انا دائما احلم اني في غرفه ويكون بالغرفه جني مثل مربطني ويحاول انه يؤذيني، واني اقرا المعوذات بصوت عالي علشان يعني شلون ان اخوف الجني، بس هو يكون مربطني ومسيطر علي. تمام. انت موظفه ولا لا؟ انت موظفه، انت موظفه ولا لا؟ نعم موظفه. عندك ديون؟ عليك ديون؟ عليك التزامات قويه ولا لا؟ لا الحمد لله. يلا تفضلي. فيعني افز من النوم وانا قاعده اصرخ، يعني حتى زوجي يقول لي فيك شنو قاعد، ليش قاعد صرخين، لدرجه مره من المرات اني شفت هذا الجني كان واقف معي بالغرفه ومسكني من رجلي، وما وعدت على نفسي اللي انا واقفه على طولي وقاعده اصرخ من النوم، واصح على زوجي يقول لي شق القران شق القران. يعني هذا كان الحلم الاول. طيب طيب، هذا المنام انت على رقيه صحيح؟ اي نعم. إيه هذا المنام يدل على انه انت لازلتي في الرقيه، ولازلتي يعني يستوجب عليك الاستمرار في الرقيه، لانه لا زالت الشياطين مؤذيه وما هم متمكنين الحمد لله رب العالمين، ولكنه في اذى. اضف الى ذلك انه انت من الناس اللي واضح من المنام انه انت خافي، الخوف عندك طاغي عليك كثير جدا، يعني خليني اقول عليها بالعربي الفصيح بين قوسين خوافه، وهذا المفترض ان يكون، لا المفروض ان يكون مو موجود في عالم الرقيه. الخوف ممنوع من عنبات، انه ارقي يعني وانا خايف. خاف من شنو؟ خافي من الشياطين، خافي من البلاء. اوكي. الحلم الثاني احلم ان احنا دائما نشتري بيت جديد، ولما اروح ادخل اشوف البيت الجديد ان الاقي مثل بالسرداب او وراء بيت ثاني قديم يكون منطين، واقول ليش راعي البيت ما قال لنا انه في بيت قديم وراء هذا البيت، يعني هذا مكان كبير نقدر نستغله ويفيدنا. فلما اروح اقرب عليه بشوف البيت، اشوف الغرفه ظلمه واحس في داخل يعني احس انه في شرير داخل، واقعد من النوم خايفه ومرعوبه. هذا المنام يدل على انه في بحث، لا زلت تبحثين عن استقرار في الصحه واستقرار في غيرها، ولا زال للاسف الشديد ولا زال ما في استقرار. نفس المنام الاول، لذلك انصحك بقدره الاستغفار وباستمرار على الرقية وقراءة آية الكرسي بكثرة والفاتحة والمعوذتين بكثرة حتى يزول هذا البلاء، لأنه أنت لازلتي يستوجب عليك الرقية. ابتعدي عن الخوف شوية، إذا ابتعدتي عن الخوف ترى راح تستفيدين من الرقية. أضف إلى اليقين والتعلق بالله. نعم. أول شيء أنا مسافر وقاعد بكامب، ننام فين؟ إيه. حلمت أول واحد إنه أنا نايم على السرير بالكامب وحدي صديقي. فات واحد ضربني على تحت عيني دغري وعلمت، عم بسأله بس فات لصديقي بالبنان هاي، عم بقول له مين ضربني على عيني، بيقول لي ما بعرف، قلت له انت بتعرف، قال لي مين ضربني، مهم قال لي. عم رجعت حطيت ايدي عليه لقيتها مثل مبينة مقطبة ومورم، عم بقول له لك كيف ورمت مش عم بقدر احكي، قال لي مين قال لي. عم فات صديقي الثاني قال لي انه فلان ضربك، هو معنى بالشكل. خلاص؟ ايه هالحلم الاول. اي طيب خلينا على الحلم الاول. في شخص موجود عندك بعملك، في شخص موجود عندك بالعمل دائما دائما يتعرض لك باساءات او بمحاوله انتقاص او بايذاء في مجال شغلك. هو هالشخص اللي حلمت فيه. الله يكفيك شر، هذا مركز عليك جدا، هذا مركز عليك جدا. وانت من الناس اللي تتاثر بسرعه، تتاثر بسرعه. ما حاول ولا قوه الا بالله. لا تشيل هم، اشتغل وخلك على قولتهم، خلك طيب. جمل. طيب والحلم الثاني يا شيخ، حلمت اني رايح، الحلم الثاني حلمت اني رايح على الحلاق رايح احلق شعري. انا رايح على الطريق فتت على مقبره لقيت فيها عجل،
عجي الناصح شوي. وصاحبه بده يطلعه من المقبرة، مش صاحبه، واحد بده يطلعه من المقبرة. وضل أم قربت شوي على المقبرة، كان شكله مدري كيف، يعني بتحسها مثل القاحلة. قربت لجوا لقيت في عجلان مثل قاعدين بالأرض كأنه ميتين، بس هني مش ميتين. وفي حد عالم عم بقول لهم لمين هاو أصحابهم؟ قام قالوا لي هاو ما بنعرف لمين أصحابهم، ومش عم بيقبلوا يطلعوا. قام قريت آية الكرسي، قام قاموا لعجولي أكثر من خمسة ستة وطلعوا كلهم ناصحين، وحسيت المقبرة صار كلها خضرة مثل الجنة. خلصت؟ إيه. هذا رزق لك محسود عليه أنت، فربما في أشياء كثيرة لك أصلاً لك تملكها أنت، أو المفترض أنك تملكها بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن إلى الآن في عائق أو في أمر يحول بينك وبين هذا الشيء. بهذا المنام إن شاء الله اللي كتبتنا الحين من أنه في شيء يحول بينك، سيتحقق لك أكثر من رزق في مجال حياتك الوظيفية خاصة أو في غيرها، وراح يظهر لك أشياء ربما أنت قد يأست منها أصلاً، قد يأست منها وكأنها في إعداد المفقودين، راح تعود لك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا رزق قوي جداً راح يحدث لك بإذن الله. طيب شيخ، بس بعد في شغلي وحدي لو سمحت. يعني اليوم بدي عزبك أنا، لأنه أول مرة بطلع معك، صار لي شهر. أي لك كان عزبني شيخ حبيب الآل. شيخ أنا في عندي حلم والله كثير صغير. قوله. حلمت يا شيخ أنه عم تطلع روحي من جسدي، وطلعت تقريبا ارتفاع شي متر. أم تشهدت، كنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أم رجعت لي روحي، وفقت من الحلم. تمام. في شخص غالي عليك أو تحبه أنت جدا وتخشى إيه؟ أنك تفقده. إيه؟ صحيح؟ صحيح. إيه هذا الشخص سيعود لك وتتمكن علاقتك معه أيا كان. إن شاء الله. إن شاء الله. استودعك الله. شكرا كثير يا شيخ. العفو كثير. أم تميم.